هذه الصورة من ذكرى تحرير الكويت، ويظهر في الصورة طفلين كويتيين مع جنديين من الجيش السلطاني العماني خلال مشاركتهم في حرب الخليج عام 1991. وهذه الصورة التاريخية التقطت في ليلة 24 من يناير عام 1991 لأفراد من الجيش السلطاني العماني في سوق السالمية، وذلك أثناء تحرير دولة الكويت عام 1991. يظهر في هذه الصورة الجيش السلطاني العماني في مقدمة الجيوش أثناء تحرير الكويت، وهنا يظهر العلم العماني أثناء فرحة أهالي الكويت بالتحرير. وفي مقال للكاتب الكويتي يوسف عوض العازمي في جريدة الرؤية العمانية، في هذا الأمر وحيثياته تتذكر الكويت والكويتيين بكل فخر واعتزاز مواقف الدول الشقيقة، وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية وعمان والإمارات وقطر والبحرين ومصر وسوريا، إضافة إلى الدول الصديقة بقيادة الولايات المتحدة. وبمناسبة أن المقال في جريدة عمانية وفي هذه الأيام الطيبة المباركة، تذكرت الدور العماني الأخوي مع بلدي الكويت، وهو دور أخوي قبل أن يكون سياسيا ودبلوماسيا. فعمان لم تتعامل مع الكويت كموقف سياسي، بل كانت نظرتها أخوية، وكانت المواقف العمانية غير المستغربة من الشعب قبل القيادة قد أخجلت أهل الكويت، حيث اتسمت بالوفاء والشد من أزر القيادة الكويتية والشعب الكويتي، واستقبلت الكويتيين في عمان على أنهم عمانيون وأهل دار وليسوا لاجئين وضيوف، بل أصبح الكويتي في عمان مدللا ويجوز له ما لا يجوز لغيره، وسكنوا أرقى أحياء مسقط مثل الخوير والسيب، وهو دليل على أنهم كانوا ضيوفا كراما عند كرام، وهي تصرفات تقودها المحبة والود وليس بفرض أو لمصلحة، ويعرف الكويتيون هذا ويضعونه تاجا على رؤوسهم. لم تقتصر الدور العماني بالدعم السياسي والدبلوماسي واستضافة أعداد من أهل الكويت، بل تم تأكيد هذا الدعم بأقصى درجاته، وهو الدعم العسكري، حيث قامت قوات عسكرية عمانية بالمشاركة الفعلية في حرب تحرير الكويت، وكانت من أوائل القوات التي دخلت الكويت المحررة، حيث استقبلها أهل الكويت الصامدين بالترحاب والأحضان. وبعد ذلك تم رفع العلم العماني على السفارة العمانية بالكويت، وكانت مواقف سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد واضحة لا لبس فيها، ومع الكويت وشعبها قلبا وقالبا، وهي مواقف تكتب بأحرف من ذهب ولن تنسى من ذاكرة أهل الكويت وتاريخها المعاصر. بالطبع لا منا في موقف عمان من الكويت، وهو أصلا متوقع وليس غريبا، فما يجمع الكويت وعمان تاريخ وعلاقات تاريخية راسخة وعريقة منذ أيام الغوص والسفن الكويتية التي تتوقف في موانئ عمان، ومنها مسقط وصحار. وكذلك كان في الكويت أعداد من أهل عمان يشاركون أهل الكويت في الأعمال بمختلف أنواعها، والتاريخ والذكريات تسجل الوفاء والعشرة والفضل والمعروف ما بينهما، لذلك العلاقة بين البلدين الشقيقين ضاربة في عمق التاريخ، ولن تنجح أي محاولة بقصد أو بدون قصد في ضرب هذه العلاقة الأخوية التي صقلتها الأحداث ومواقف العز والكرامة.